هذه كانت الكيفية الرائعة التي سجل بها بغداد. هدف الأول لصالح الاتحاد، ومثل سيكون الثاني. الهدف الثاني لصالح اتحاد الحراش، دائما عن طريق هذا القناص والهداف بغداد بونجاح 20 سنة يقلب الموازين اليوم في هذه المباراة ويتمكن من تسجيل الثنائية بطريقة رائعة. كذلك رفع الكرة فوق الحارس محمد غالم بكيفية رائعة. شوف هاي الإعادة للقطة، بونجاح خدا كامل وقته ورفع الكرة فوق الحارس محمد غالم اللي كان خارج كثيرا عن إطاره. الهفوة هنا كانت من فريد ملولي، خطأ فادح من فريد ملولي يكلف الجمعية هدفا ثانيا. لقطة غير مقبولة بالنسبة لمدافع في هذا المستوى وفي هذه المقابلة، وفي النتيجة اللي كانت قبل تسجيل الهدف الثاني